أهلا وسهلا وحياكم الله في فعالية وميض الرياض. وش هي هالفعالية؟ هالفعالية باختصار أنك تجي تتابع الفيلم اللي تحبه وانت بسيارتك مع الأشخاص اللي تحبهم. باختصار سينما السيارات لأول مرة في منطقة الرياض. هذا الحدث اللي أعلنت عنه أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع القطاع الخاص. خلوكم معي نعيش هالتفاصيل اللي أعتقد أنها راح تبدأ عند البوابة الرئيسية بالبوب كورن اللي ما نقدر نتابع موفي من دونه. أنا راح أحاول أستمتع وأكل الفشار داخل هذا المكان. ولأني بعيشكم التجربة أول بأول قبل ما أبدأ أشوف الفيلم، شفت الحبيب مسرع ويبغى يوصل الظاهر طلب. وين رايح؟ رايح اوصل طلب للزبائن هنا. اخونا في الله مستعجل وجاي نلبي له طلباته. كل شيء توصلونه هنا؟ كل شيء نوصله، ايوه، جميع الفوتراكات اللي برا كلنا نوصله هنا داخل. يطلب من الفوتراك اي حاجه يبغى، برجر، اكل، ثقيل، خفيف، كله اللي يجيبه يحبه قلبه احنا نجيبه له. يلا ما عطلك حبيبي. اذا الطلبات مفتوحه وانت جالس في سيارتك، هذه اول تجربه اعيشها وبرضه ابلحق أتابع الفيلم اللي أنا جاي علشانه. أن تكون هدية عيد ميلادك أنك تجي سينما الشارع، هذا شيء جميل جدا. اليوم نتعرف على قصة هالبنات. أعتقد بأنه لازم نقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وبصحة وسلامة يا رب. أعطيني القصة. القصة إن البرثدي حق اليوم، ففاجأتني صاحبتي، فجأة صحتني من نومي داقة، يلا خلنا نطلع، وش السالفة؟ أجي أركب السيارة ألاقيها عند باب بيتنا، أفتح الباب البنت معها البطانية معها المخدة، وين حنا في وين رايحين؟ قلت بر لا لا أمشي، عندي لك تجربة استثنائية. يلا مشينا، فجأة شاشة سينما قدامي. صراحة تجربة ممتعة مرة، مستمتعة جدا، وأحلى هدية يعني ممكن الشخص يهديني إياها. شكل فعالية عجبتك مرة؟ بصراحة فعالية جدا جميلة، وكنا نحتاج مثل هذه الفعالية في ظل الأوضاع الراهنة والأجواء اللي نمر فيها الشتوية الجميلة. طبعا تشكر أمانة الرياض والجهات المنظمة على هذه الفعالية. مين الشخص اللي تبغين تعزمينه الفترة الجاية غير صديقتك؟ راح أجيب الأهل صراحة، أنا جربتها الأول مع صديقتي، بالحين مع الأهل إن شاء الله. للأمانة يعني تجربة جديدة والأول مرة يعني في الرياض، تجربة حلوة. مثل ما أنتم شايفين تجربة كانت جميلة، عشتوا معي تفاصيلها. مثل هالتجارب صراحة تحترم الخصوصية، وأنا اليوم أخذت انطباع جميل جدا عن سينما الشارع، وبرضو ودي التجربة القادمة يشاركوني فيها عائلتي وعيش معهم تفاصيل وجمال هذا المكان، وخاصة في ظل الأجواء الحلوة في الرياض. وصلنا لنهاية التجربة، شوفكم على خير في أمان الله.